لك واحد يقدر يجاوب. احنا تقولون احنا صيادله جابنا على الهيتروسايد كيمستري، جابنا على الكيمستري. في اخر احصائيه لل WHO على الدراجز ما يقارب 75% او اكثر من 75% من الدراجز هي هيتروسايكليك هيتيروسايكليك كومباوند. رجاء سدوا المايكات مالتكم حتى لا يصير صدى. دكتور اسيل ما اعرف شرحت لكم، انا راح ابلش لكم بالفايف ممبرز هيتيروسايكليك كومباوند. اتصور هي راح تشرح لكم السكس ممبر. السؤال الاخر اللي اريدكم تجاوبون على المحاضره الجايه، ليش هاي الفعاليه البيولوجيه للهيتيروسايكليك رينج او هيتيروسايكليك كومباوند؟ اذا تلاحظون المكونات الكيميكال كومباوند اللي يتكون فيزيولوجيكال كونستركتور اوف بودي اغلبها هيتيروسايكليك كومباوند. مثلا عندنا الهيموجلوبين بي شنو بايرو، عندنا الاندول بالامينو اسيد، انواع الامينو اسيد الهيتروسايكليك كومباوند. انسون الدي ان اي متكون من هيتروسايكليك كومباوند، والار ان اي ايضا متكون من هيتروسايكليك كومباوند. لذلك نتوقع الهيتروسايكليك كومباوند هاف هايلي بايولوجيكال اكتيفيتي. The most important five member heterocyclic compound اللي تعنينا هي فيوران، بايرول، والثايوفين. انتم المفروض ماخذين الهيكرول اللي هو 4N زائد 2. الكمباوند اللي فيها عدد كمباوند يخضع الهيكرول هي اروماتيك كمباوند. الاروماتيك كمباوند هي مور ستيبل دان نون اروماتيك كمباوند. البنزين هو اروماتيك كمباوند. ليش؟ على 6 باي الكترونز. أربعة في واحد زائد اثنين يساوي ستة. البايرول، الفيوران، الثايوفين هم تحتوي ستة. شلون؟ إذا تلاحظون عندنا أربعة بالباي، يبقى بير أوف إلكترون تجينا منين؟ من الهيترو أتوم الموجودة هيتروسايكليك رينج. مثلا عندنا النيتروجين بها ام شير بير اوف الكترون، الاكسجين بها تو بير، واحد من عندهم يشترك. السلفر مور ذان تو بير، واحد من البيرز يشترك بالريزونانس. الريزونانس هو حركة الإلكترونات around the ring.
تمنحها استابيليتي اكثر من نون اروماتيك كومباوند. عادة الاروماتيك تكون بلينر، تختلف عن اروماتيك كومباوند اللي يكون مثلا على شكل بول شير مثل السايكلوهكسان ماخذينها بالاورجانيك كيمستري. نجي على الالكتروفيل سبستيتيوشن. الالكتروفيل سبستيتيوشن او ريجيو سلكتيفيتي، وين راح يصير الالكتروفيل سبستيتيوشن؟ يصير على المكان اللي هو الفا، او يصير على هذا المكان اللي يسمونه بيتا. هذا السؤال يجيبنا عن الريزونانس ستيت اللي يتكون بعد ما نضيف الالكتروفيليك كومباوند اللي راح نفعله ويا الهيترو اتوم. اذا تلاحظون اذا نضيف للالفا بوزيشن راح يصير عندنا 3 ريزونانس ستيت، 3 انترميديت. يعني احنا ماخذيها انتم ماخذيها بالاورجانيك كيمستري، كل ما زاد الريزونانس ستيت او الريزونانس فورم اوف الكومباوند راح يكون مور ستيبل. بس احنا ما نضيف الالكتروفيليك سبستيتوت على الالفا راح يصير في ريزونانس، بينما على البيتا راح تلاحظون بالسطر اللي جوا راح يصير عندنا اونلي تو ريزونانس ستيت. هاي البينات السهم ثنائي الاتجاه، هنا عندنا سهم ثنائي الاتجاه يعني 3 ريزونانس ستيت، هنا عندنا 2. لذلك السلكتيفيتي اوف الكتروفيليك سبستيتيوشن راح تكون اكثر شيء على الفا بوزيشن، يعني من اليمين او اليسار هو يسمونه الفا او الفا، يعني من هاي الجهه ومن هاي الجهه نفس ال، واذا الاثنين يسمون بيتا. نجعل الاستابيليتي هو اكثر استابيليتي، البنزين هو اكثر لان ما بي هيتروسايكليك اتوم، باعتبار الهيتروسايكليك اتوم بيها هاي الكتروفيليك ذان كاربون تسحب الالكترونات باتجاهها فيصير تخلخل بتوازن مال الريزونانس فتقل ستابلتي. الثايوفين يكون يجي بعد البنزين، وهذا اكو سبب تريد يعني تبحثون عنه تجاوبون عن المحاضره الجايه، هذا هوم وورك لكم. ليش الثايوفيل السابوليتي مالته اكثر من فلوران واكثر من البايرول؟ نجي على الفلوران السابوليتي مالته اقل من الثايوفيل، نجي على البايرول. هاي الترتيب مالته حسب الرياكتيفيتي، الاكتيفيتي اوف بايرول مور ذان الاكتيفيتي اوف يوران مور ذان ثايوفين مور ذان بنزين، والسابوليتي بالعكس، يعني كل ما كان المركب اكثر الاكتيفيتي كل ما كان اقل السابوليتي. ثايوفين از ذا مور اروماتيك ان كاركتر ان اندر جو ذا لوست ريأكشن. بايرول اند فيوران رياكت under very mild condition. ليش؟ لأن stable compound يتفاعل under mild condition. Alpha substitution favor over beta substitution more resonance form for intermediate and so the charge is less localized also applies to transition state. Some beta substitution observed depend on
اكس اون سبستنس يعني تلفت الهيترو اتوم، كلمة تغيرت السلكتيفيتي اوف الكترو اوف سبستيتيوشن، اختارنا الان او تو للنايترايت لان هو اعلى واحد نايترايت اعلى واحد عند الكترون نيجاتيفيتي من ذا السبستيتيوشن. راح تاخذوها بالرابع بالسنثيسيس او سلفونامايد، نعمل بالنايتريشن او بنزين، نستعمل HNO3 and H2SO4، نسوي لها ميكسينج ونضيف عليها البنزين، يلا نصير نايتريشن. بهاي الكونديشن ذني الهيتروسايكليك 5 ممبر كومباوند يصير هذه كومبوزيشن، لان ليش؟ لان قلنا السابوليتي مالتها اقل من البنزين. سلام دكتور، بلا زحمة ولا أقاطعك، يعني هاي الصورة واضحة لهذا الحكي كله بالسياق الأول. يعني هاي الصورة واضحة لهذا الحكي كله بالسياق الأول. صوتك ما داخل مع ناصي، اكتب لي تعليق الآن. الصورة تمام. أنا السلايد بعد السلايد واحد. بعدنا قاعد نشرح بسلايد واحد، السلايد الأول. أوكي. ولذلك نستعمل بالنايتريشن اوف هيتروسايكليك 5 ممبر رينجز استعمل نايتريت ريجنت اللي هو اقل فعاليه من الميكستشر اللي قلنا عليه بالنايتريشن اوف بنزين. قلنا النايتريشن اوف بايرول اثر ريدلي وذ اسيتال نايتريت اثر لان السابوتي اوف بايرول ذان بنزين. The use of nitric acid or nitric as a sulfuric acid on decomposition. Nitration will acetyl nitrate in the presence of acetic acid بدرجة حرارة ناقص 10 سيليه. إذا تلاحظون السلكتيفيتي مال الكيتروفيليك سبستيتيوشن راح يكون أكثر شيء على ألفا بوزيشن. إحنا بنقول سلكتيف يعني مو معناه إنه سبيسيفيك فور ألفا بوزيشن، يعني تكون النسبة أعلى على الألفا بوزيشن من البيتا بوزيشن. أنا ذر الكتروفيليك سبستيتيوشن فور بايو اللي هو التفاعل المشهور يسمونه بنز ماير فورميليشن. نستعمل الدايميثيل فورمامايد اللي هو سولفنت مشهور ويا ال POCl3 سترونك اسيد، راح يحول لنا الدي ام اف او الدايميثيل فورمامايد الى امين هاف بوزيتيف تشارج
هاي اللي كنت راح اقول لك which rapidly reacted with pyrrol at alpha position. واحد ده مثل يمين تبسطي وات of pyrrol by leaving of كلور اللي هو مثل ما تعرفون good leaving group. Fire arrangement راح يعطينا on the height at position 2 of viral or alpha التسمية اللي مشينا عليها. في بعض الأحيان نمارس substitution at alpha voltage ريدا بالبيتا voltage يعني نصمم بحيث يكون substituent at beta voltage. طبعا هاي كلش تأثر يعني تقولوا أنتم النايترو كانت بالألفا أو بالبيتا لا تختلف احتمال الدرج اذا النايترو سبستيتيونت ات بيتا بوزيشن عند هاي اكتيفيتي واذا خليناها بالسبستيتيونت بالالفا بوزيشن يفقد الاكتيفيتي بس اكتيفيتي فنستعمل سمر ايجنت to make the substituent at beta position more than alpha position. إذا تلاحظون بس الاكتيفيتي كانت الار الموجودة على النيتروجين هيدروجين فيروح فيصير عندنا النسبة 4:1 الالفا 4 إلى 1 بيتا بينما إذا كبرنا substituent at nitro at amine position أو nitrogen position راح تقل السلكت for alpha position إذا صارت tertiary butyl هي more bulky group than CH3 and hydrogen السلكتيفيتي راح تكون 1 للألفا 4 للبيتا. طبعا تعرفون شنو السلك سبستيتيوشن اذا تعرفوها واحد يجاوبني واذا ما تعرفوها حتى اشرحها.